أحييكم سادتي نساتي ويقدم لكم حقم دار الأغنية الشعبية اللي معرفش نفسه اللي واقف قدام المراية محتار أنا مين أنا مش عارفني. أنا عارفك أنت مين النهاردة. نجم الأغنية الشعبية الوحش عباس حمودة. عبد الباسط حمودة انت منورنا النهاردة على اليخت ومنور شرب الشيخ كلها. عايز اقول لك كل سنة وانت طيبة وتقعد عليك الايام بخير. الله يخليك. قولي بقى رمضان بتقضيه ازاي؟ انا رمضان بقضيه بقى في البيت بقى مع العيال، اروح اتفسح اخد العيال واخرج نسحر بره، ده الشهر ده بتاعهم. واجي بقى في ايام العيد اخدهم بقى وادوهم اسكندرية. فنان كبير ليه دماغ خاصة. البحر بيمثل لك ايه؟ البحر ده جميل، البحر ده افكار، البحر ده بيطلع كل حاجة كويسة. البحر نايم ولا لفوت واخد قطه واطرح شبكتي عليه واقول له يتغطى ياللي السمك جواك بيلعب نط. الله يا جموديتك يا نجم. طب انت شجعتني ان انت تغني، ما تغني لنا حاجه كده عشان الناس. والله العظيم ثلاثه انت مش قادره تستوعبيني، انا جاي من الشغل الصبح على الطياره على هنا فاصل. استوعبك ازاي؟ هو في حد يعمل اللي انت بتعمله ده؟ ايه الاغنيه اللي فرقعت معاك قوي وقربتك من الناس؟ قولي لي يا مرايه. قولي لي يا مرايه. أنا مش عارف أنا تهت من أنا مش أنا لا دي ما لمح ولا شكل ولا ده أنا. دايما كل فنان بيبقى له مثل أعلى، مين مثلك الأعلى؟ المثل الأعلى محمد رشدي. بتسمعه من وانت قد إيه بقى؟ بسمعه وأنا عندي 5 سنين. نجم فوق العادة فايتر. لو فيلم كويس والدور كويس قوي هيدولك فلوس كويس تروح؟ أروح. مين بيساعدك في ان انت تختار الدور؟ والله بص، هو الورق. انهي ورق؟ خيال عباسط بيتكلم في الورق، بيتكلم في الأبيض. ماشي عباسط، كل النحت اللي بتنحته هيطلع عليك دلوقتي. مين اكتر حد بتساله بتثق في رايه؟ اكتر حد بساله عادل امام. ويقول لك اعمل ده؟ عبد الباسط. لا اخويا. ابتدت علاقتكم ازاي؟ لا هو بيحبني من سنه السبعينات. صاحب الزعيم من السبعينات كده عرفنا سنك. الراجل ده مش قليل. انت عاده شخص هادي ولا بتاع مشاكل؟ لا هادي. بتقلق؟ بتخاف من حاجه؟ زي ما ربنا يعني. انا بمشاها كده، ربنا يريد زي ما يريد. الطرجات عايز تغني من وانت صغير؟ وغنيت وانا صغير. ما فكرتش تطلع ضابط ولا دكتور ولا الكلام ده خالص؟ لا 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 لا، زي ابويا. وزي خالي توفيق الدقن. وفي ناس تقول لك لا انا عايش في جلباب ابي، انا عايز اغير، انا مش عايز. لا خالي توفيق في صوت طيار.
دماغه بالظبط. طير واطي قوي ده. لسه بدايه الصوت معايا. اوبا واللانشات وصلت. بنقوم الاغنيه الشعبيه بيبعزقوه. اشتاق تبيت بيرفو ما تعرف تبي بيرفو. ترى من فين؟ يلا يلا خوتي يلا نور. يلا دوس دوس. يلا. ما تبغى سيمبو يلا. يلا اهو اهو نزل ولا قدر يعمل حاجة. شايف على رجل موتي. قوم عليه. لا شايف على رجل. الحكم ده راكب اهو عامل لي مغمى عليه. نعم على فوق. يا ده يا ده يا ده
يلا تعطوه ده نايم تريد تعالى يا رجل. الموقر بتاع الاغاني الناجحه اهو. الحكم دار اهو. الحكم دار اهو. اخلص اشتاق. احنا فين؟ اشتاق ما انت مدبرت يعني لو ما فين تخلوه. انت بيسأل. اهو. الحكم دار بتاعك اهو. عباسي. يا عباسي. إلى المعسكر. اشتوك انت. ما انت عاصم. تشلو ما انت عاصم بو. كان. كان زين. سيدك امو. يلا سوزو بابنين. اسمك ايه؟ تكلم يا نعم. شو اسمك؟ ممكن افهم انتوا جايبيننا هنا ليه؟ اسكت. رد على اسئله. شو اسمك؟ انتوا جايبيننا هنا ليه؟ انا عايز افهم انا في ايه. رد على السؤال. شو اسمك؟ احنا جايين هنا نعمل برنامج تصور اماكن عسكريه. ايه نصور هنا؟ دي بلدنا ودي ارضنا. أنت في أراضي إسرائيلية. إيه يا أخويا؟ في أراضي إسرائيلية. ما بنخافش من إسرائيل ولا إسرائيل تقدر تقوم ناحية مصر. أنت في أراضي إسرائيلية. أنا بقول لك كده اللي يجي ناحية مصر نقطع رجله. تعذب. أنا بقول لك كده. إحنا جايين نعمل هنا برنامج لمزاجنا بلدنا. اللي يجي ناحية بلدنا نموته. تعذب. أي عدو يجي ناحية بلدنا نموته. هي بلدنا هتطردونا. تعذب يا رجل. دي بلدنا. دي بلدنا. تعذب. بلدنا مصر ام الدول. واحترم نفسك. احترم نفسك وخلي عندك ادب. انت في حدود اسرائيليه. دي بلدنا مصر ام الدنيا. انت دخلت الحدود الاسرائيليه. لا لا دي بلدنا دي مصر. اسرائيل ايه وبتاع ايه؟ مين اسرائيل دي؟ مفيش بعد مصر في الدنيا كلها تقول اسرائيل. اسرائيل تقدر تيجي هنا؟ نعرطم لها رجليها. انت مجنون. لا تشتم. لا تشتم وإلا ستعدم. أعدم؟ نعم أعدم في حب مصر. بس محدش يقدر يهوب ناحيتنا. إيه مفيش حد هنا يخرجنا ولا إيه؟ إحنا هنا فين في غابة؟ مفيش حد هنا يخرجنا؟
تاجر نفسه في ايه السنجابه؟ لو سمحت ممكن اعرف ماذا تعمل؟ ممكن اعرف انا جاي هنا ليه؟ ماذا تعمل؟ ما هي وظيفتك؟ انا جاي هنا ليه؟ انت مقبوض عليك. مقبوض عليا ليه؟ تصور اماكن عسكريه. بلدي دي بلدنا. رد على الاسئله. دي بلدنا من الدنيا كلها. رد على الاسئله. دي بلدنا 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 مصر من الدنيا وام العالم. ما حدش يقدر يتحكم فينا لا اسرائيل ولا غير اسرائيل. واحترم نفسك يا ابني انت. خليك محترم. فيش حد هنا يخرجنا. رد على الاسئله. امرني. ماذا تعمل؟ نعم. ما وظيفتك؟ مصر. اشتغل ايه؟ انا؟ نعم. انا مطرب شعب على مستوى الدنيا كلها. انت في حدود اسرائيليه، ظبطنا في مركبك اسلحه. لا 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 لا، دي بلدنا مصر والبحر بحرنا. ظبطنا في المركب اسلحه، هل تخصك؟ البحر بحرنا وما عندناش حدود، كل ده بتاعنا احنا، كل ده ملكنا احنا. انت تكذب. بحرنا احنا. تكذب. انت تكذب. لا لا لا، مصر. انت تكذب. ايه؟ انت تكذب. لماذا تكره اسرائيل؟ مش فاهم لك حاجه. لماذا تكره اسرائيل؟ لماذا ايه؟ تكره اسرائيل. انا بكره اسرائيل يا اخي. بكرهها يا اخي. لماذا تكره اسرائيل؟ انا بكرهها، ما بحبهاش يا اخي. ستعدم. انا ما بحبهاش. ستعدم. ان شاء الله موت قتيل حتى. ستعدم. ان شاء الله ستعدم. هتعدم. انا بحب مصر، ممكن افهم؟ سترحل الى تل ابيب. سترحل الى تل ابيب وتعدم. مصر وتعدم. وتعدم. ما تعدمش ابدا ابدا، ومصر موجوده. انت الذي تغني انا بكره اسرائيل. انا بكره اسرائيل حتى لو انسان ان شاء الله موت قتيل او اخش المحتال. اذا ترحل الى تل ابيب. ممكن افهم انتوا جايبيننا بقى هنا ليه؟ عشان نخلص من القصه دي. سترحل الان الى تل ابيب. رحلوا رحلوا. بتثبته عباسط؟ بتثبت عباسط يا معفن؟ انت هو عباسط؟ تعبط. اضرب معايا. اضرب معايا. واجري اجري اجري اجري. تسيبه جامد. هتضرب هنا؟ لا خد اضرب مكانه. اهو اضرب بس فوق. اوعى اضرب فيهم. لوحده يبقى جامد يا عباسط. عباسط يا جماعة راجل فايتر. مش كده روق روق. امتى بقى؟ انت بتنهج ليه؟ انت انت بتنهج عليك ليه؟ وش الشتيمة اللي جوه دي؟ ومين الراجل اللي كان بيكلمك جوه؟ مين الراجل اللي كان بيكلمك جوه؟ اسرائيل. انا سمعته. اسرائيل. انا سمعته من اخر الشارع جاي جاري. قالوا له عباسة تلحق في قال ملمومة على عباسة لابسين اسرائيلي ومش عارف ايه. فقلت يا نهار ابيض، ما ينفعش نجم كبير زي ده. لو انت منقيه نسيبه نسيبه ومصر تخسر واحد جامد زي ده. فقلت لازم اجي اخلصه. اكسب ولا لا؟ اكسب طبعا. ها؟ اكسب. اكسب ولا لا؟ اكسب. انا بقى عشان بحب محمد اخويا. محمد واخوه ده الكبير بتاعنا ده موسع. حاج عبده. حاج عبده الكبير بتاعنا. وده اخويا مربينا كلنا. واحنا عيال صغيره انا ومحمد، واحنا كلنا ولاد عين شمس وكلنا ولاد حته واحده. انا بحب محمد. نسيب العين شمس بيه. ما ينفعش برنامج لفؤاد تبقى انت مش فيه، لانك نجم من الطراز الاول ونجم كبير جدا ومصر كلها بتعشق حاجه اسمها عباسط حموده والوطن العربي. انت انسان مشرف لكل مطربين الشعبي، فخور بيك وبقول لك عباسط قول للناس كلمة حلوة في رمضان وقول لهم كل سنة طيبين. قبل ده كله قول لهم أنا مش زعلان من فوش. لا فوش يا صاحبي وأخويا وحبيبي. بس ولا وعشرة أدي عوبت. ولا ولا مش زعلان من فوش. أنا مش زعلان من فوش عشان فوش ده أخويا وعشرة عمري والكبير بتاعنا أهو.
تمام. في حاجه تانيه عايز اقدمها لك عشان ما ازعلش منها. سالي تسيبه جامده لسالي يا جماعه. سالي معانا برضو. سالي حبيبتي. والفيلم ده كان معمول عليك. انا شلت المايك واتكلم عندك يا رب. قول لها قول لها مسامحك. نورتنا النهارده. مسامحك يا سالي. الله يخليك. هنروح سوا. الله يخليك. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. ويا رب ما نكونش ضايقين يا رب. كل عام بخير يا رب حبايبي. كل سنه طيب يا حبيبي. تسيبه جامده فين؟ وبعدين اذكر الناس اللي سبق نفس الولاد شبرا بلدنا. ولاد شبرا ومطريه وعالشمس وامبابه وكل مصر. مفيش حد هنا ولا يجرؤ حد يجي ناحيه المنطقه دي ولا احنا بناكل من الكلام ده. لا في شلوم ولا في بكورتو ما فوقش هتموت روح.